ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. سماحة آية الله العظمى المرجع المجدد فضيلة العلامة السيد محمد الشيرازي دام ظله العالي، نحن أبناء الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، وأبناء البحرين قد وصلنا الأفيون الصهيوني عن طريق العمالة البعثية المتسربة إلى آل خليفة. نود أن نجدد العهد معكم في المسير الإسلامي الجهادي، والذي يكون جسراً لنجاتنا في الدنيا وخلاصنا من فراعنة الزمن بعث الأمريكي وآل خليفة وآل سعود وقابوس وكل الطغاة. ونأمل من العلي القدير أن يسدد خطاكم ويجعلكم لنا قدوة حسنة وثورة حتى النصر، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم الإخوة الذين أخرجتم من بلادكم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. اللازم عليكم أن تعرفوا أن إيران هو بلدكم وليس بلدا ثانيا، وإنما هو البلد الأول. والمسلم في أي بلد كان هو بلده الأول. الإيراني في البحرين، والبحريني في إيران، والباكستاني في مصر، والمصري في العراق، والعراقي في سوريا، والسوري في أندونيسيا، والأندونيسي في أفغان، وغيرهم في غيرها، كلهم في بلدهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم، فأنتم في بلدكم. ولو أنكم أخرجتم من بلادكم بغير حق ومن بلدكم بغير حق، إلا أن هذا أيضا بلدكم. البحرين تحتوي على 300,000 إنسان، وقم تحتوي على 3.4 مليون إنسان، بما فيها حوزة علمية كبيرة تحتوي على ما يقارب 20,000 طالب وطالبة للعلوم الدينية، وفيها المكتبات والمدارس والمراجع والمؤسسات وغيرها. فأنتم في بلدكم، ولا يهم أن الإنسان يغير بلده، لأنه كما يقول ذلك العالم يقول القتل شهادة ونفي البلد السياحة والسجن خلوة. وحياة طبيعية من جهة المعاش، من جهة المسكن، من جهة العمل، ومن سائر الجهات. ونسأل الله أن يحقق ذلك لكم. ومقدمة لهذا الأمر، انصبوا صندوقا خيريا. في هذا الصندوق الخيري يجمع المال لأجل حوائجكم، فيقرض المقترض ويزوج العزب ويعطي رأس المال
للذي يحب الكسب ويساعد الفقير ويساعد المريض ويساعد من يحتاج إلى المساعدة. والصندوق الخيري يمكن أن يبدأ ويبتدأ به من 100 تومان، لا أقول 100,000 تومان، لا، من 100 تومان، لأن الشيء إذا كان لله ينمو وينمو، وفي الحديث ما كان لله ينمو. فمن الممكن أن تبتدئ أنت والأخ والأخ بصندوق خيري من 100 تومان، وبعد سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر يحتوي الصندوق على ملايين التومانات. هذا شيء. الشيء الثاني أن تهتموا بمساعدة الخيرين من أهالي البحرين والخليج وإيران ببناء حسينية لكم. الحسينيات في البحرين كثيرة، تبنوا حسينية فيكم لأجل أنفسكم، حسينية البحارنة، حسينية البحرينيين، لأجل أن تكون هذه الحسينية مركزا لكم في احتفالاتكم، في اجتماعاتكم، في مآتمكم، في سائر القضايا المتعلقة بشؤونكم. صحيح أنكم جزء من هذا البلد وجزء من هذا الشعب وجزء من الأمة الإسلامية الكبيرة، لكن من الصحيح أيضا أن يكون لكم مقر. وإني مستعد إذا وفقني الله سبحانه وتعالى أن أساعد في كلا الأمرين، يعني في أمر الصندوق وفي أمر الحسينية، مهما نتمكن. وأنتم عدة وكثرة وجماعة، والله مع الجماعة، وأهل البحرين أناس أخيار كثير منهم، وهم يساعدون في أمثال هذه الأمور. هذا هو الشيء الثاني. الأول الصندوق الخيري، والثاني الحسينية، ونسأل الله أن يحققهما في قريب عاجل. الشيء الثالث أن تهتموا لإنقاذ بلادكم. يجب أن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الدولة الإسلامية الواحدة في المدينة المنورة، وفي زمان الرسول الدولة الإسلامية واحدة، وبعد الرسول الدولة الإسلامية واحدة، وفي زمان علي الدولة الإسلامية واحدة، وفي زمان الأمويين وهم حكام منحرفون الدولة الإسلامية واحدة، وفي زمان العباسيين في كثير من أدوارهم الدولة الإسلامية كان واحدا وكانت واحدة. لما جاء الاستعمار من الخارج وجاء الجهل والأنانية من الداخل، بضعوا البلاد الإسلامية بضعة، فبحرين صارت دولة، والعراق دولة، والكويت دولة، وعمان دولة، وقطر دولة، والسعودية دولة، وإيران دولة، وكله كذب. الحدود الجغرافية كذب في الإسلام، لا حدود للأراضي الإسلامية، إنما تبتدأ الأراضي الإسلامية من الشرق وإلى الغرب، ومن الشمال وإلى الجنوب، وكلهم أمة واحدة. وإنما هذه التفرقات مهازل استعمارية من ناحية، ومهازل أنانية، أنانية الحكام من ناحية ثانية. فالواجب عليكم أن تنظموا صفوفكم. والإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: ونظم أمركم، يعني نظموا أموركم. إن الله تعالى خلق الكون منظما، كل شيء في الكون منظم، وكل أجهزة بدنك منظم، وكل أجهزة بدني منظم، فلنكن نحن منظمين. ننظم أنفسنا لماذا؟
لا لإنقاذ البحرين فقط، وسوف البحرين تنقذ بإذن الله سبحانه وتعالى، والله على هذا الأمر قدير، ولا لإنقاذ العراق وحدها، وسوف تنقذ العراق بإذن الله سبحانه وتعالى، والله قوي عزيز. وإنما يجب أن ننقذ كل بلاد الإسلام، وهذا الشيء ممكن، حتى أنك تذهب من طهران إلى منامة، إلى بغداد، إلى القاهرة، إلى كراتشي، إلى جاكرتا، وأنك في بلد واحد، وهذا شيء ممكن، وهذا شيء سابق في الإسلام، وهذا شيء في التاريخ المعاصر أيضا حتى للكفار. إن حكومات الهند كانت 600 حكومة، لكن لما نهض أهلها تمكنوا أن يجعلوا منها حكومة واحدة هندية ذات 800 مليون إنسان. وحكومات الصين كانت حكومات متعددة، وحتى أني رأيت في تقرير أن حكومات الصين كانت 6000 حكومة، وبطبيعة الحال يعني حكومة القبائل والشيوخ وما أشبه، ثم وحدوها تحت حكومة واحدة ذات 1,000,000,000، لأن الصين تحتوي على 1,000,000,000. والآن البلاد الإسلامية تحتوي على 1,000,000,000 مسلم، لكن حكومات متعددة. يجب علينا أن نوحد جهودنا حتى تسقط هذه الحدود الجغرافية، وتسقط هؤلاء الأصنام البشرية، لأن الصنم على قسمين، صنم بشري وصنم حجري، وهؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وبغير رضا الأمة هم أصنام بشرية، الجبت والطاغوت. طاغوت هو معنى هذا، الصنم البشري يسمى طاغوتا، والصنم الحجري يسمى جبتا. فإذا أسقطنا هذه الأنظمة الكافرة بالله والعميلة للشرق والغرب، وجاء حكم الله، وألا إن حكم الله لآت، قطعا حكم الله يأتي، وكان الرئيس هو الذي ينتخب من قبل أكثرية الأمة، وفيه مواصفات مذكورة في الكتاب والسنة من ناحية، ومن ناحية ثانية القانون الجاري في البلاد هو قانون الله فقط. في ذلك الوقت نكون قد حررنا كل المسلمين من الاستعمار الشرقي والغربي، ولا ترى في ذلك الوقت من آل خليفة أثر، ولا من صدام أثر، ولا من الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب أثر، ولا تكون فلسطين لليهود، ولا أفغان للشيوعيين، ولا العراق للبعثيين، ولا فلبين لماركوس، ولا مسقط لقابوس، وسوف تكون الكلمة لله. هذا ما يجب أن تسعوا لأجله ليل نهار، باستثناء مقدار الكسب بطبيعة الحال ومقدار العيش، باستثنائه يجب أن تسعوا لهذا الشأن في جبهة موحدة متضامنة، ويد الله مع الجماعة كما في الحديث. وإني أرحب بكم مرة ثانية وأشكركم على لطفكم أن جئتم إلينا وزرتمونا وأنتم في بلدكم الأول قم المقدسة، والتي عبر عنها في الأحاديث بعش آل محمد صلوات الله عليهم. وسوف ترجعون إن شاء الله إلى بلادكم وأنتم ظافرون منتصرون مرفوع الرأس، وأعداؤكم ممرغ وجوههم في الوحل والتراب، واستحقوا كلمة العذاب، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك،
والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.